طبعا هي زيارة مهمة ومباحثات مهمة يجريها محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في القاهرة في هذه الزيارة، حيث وصل بالأمس بالفعل حسبما أعلن المجلس الرئاسي الليبي، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي اليوم على هامش فعاليات القمة 21 لتجمع الكوميسا الذي يعقد اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة. بالطبع الزيارة تكتسب أهميتها من هذا التوقيت الذي تجرى فيه الاستعدادات لإجراء الانتخابات الليبية، مع تواصل تقديم المرشحين لأوراقهم لخوض هذه الانتخابات التي ينظر إليها بالطبع على أنها بوابة العبور إلى الدولة الليبية الجديدة، ومن ثم تحقيق الاستقرار للدولة الليبية. هذا الاستقرار هو يعتبر أحد أهم الأولويات للدولة المصرية، وكذلك لتجمع الكوميسا أيضا الذي يهتم ايضا ب او يضع على راس اولوياته تحقيق الامن والسلام والاستقرار في الدول اعضاء هذا التجمع الاقتصادي، لان هذا الاستقرار هو يعني يعتبر الركيزه الاساسيه لتعميق الروابط الاقتصاديه وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول التجمع. ومن ثم تحظى هذه الزياره باهميه كبرى سواء للجانب الليبي وكذلك للجانب المصري لبحث الاستعدادات لاجراء الانتخابات، وكذلك ذلك لبحث تقديم أوجه الدعم المصري لنجاح هذه الانتخابات المقررة الشهر المقبل. بالطبع هذا اللقاء سوف يعقد كما ذكرنا على هامش هذه القمة التي انطلقت اليوم قبل نحو ساعة، وتحدث الرئيس السيسي في كلمته الافتتاحية بعدما تسلم رئاسة القمة 21 لتجمع دول رؤساء دول وحكومات شرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، وهي قمة تبحث عددا من التقارير الموضوعة على جدول الأعمال، من بينها تقرير لوزراء خارجية هذا التجمع حول حالة السلم والأمن في دول التجمع، بالإضافة إلى تقارير أخرى تتعلق بتحقيق التكامل والتحديات التي تواجه تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، بالطبع على رأسها جائحة كورونا التي فرضت نفسها بالطبع على دول التجمع كما حدث في باقي أنحاء العالم. وهناك أيضا رؤية مصرية تتعلق باستحداث آليات جديدة لتطوير عمل الكوميسا، منها استحداث لجنة للصحة تكون مهمتها وضع برامج لتطوير قطاع الصحة في دول التجمع ومواجهة الجوائح الصحية كجائحة كورونا بالطبع، بالإضافة إلى تقارير أخرى واستحداث لجنة أخرى للمتابعة الدورية لمدى التزام دول التجمع بالتزاماتها الواردة في ميثاق تأسيس الكوميسا. بالطبع القمة تعقد اليوم، سيكون هناك كلمات للوفود المشاركة في هذه القمة، ستطرح مصر رؤيتها لتطوير عمل الكوميسا، سيكون هناك أيضا استعراض لهذه التقارير وكذلك يعني تطوير آلية عمل الكوميسا وتطوير تحقيق التكامل الاقتصادي. وصلت الفكرة أحمد. الدول فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة. من القاهرة مراسلنا أحمد مهران، شكرا لك.